فالرسول نفسه عليه الصلاة والسلام علمه جبريل، مع أن الله تعالى قادر على أن يجعل كل العلم الذي صار عند الرسول عليه الصلاة والسلام في قلب الرسول دون أن يعلمه أحد. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي علم الرسول جبريل عليه السلام الذي هو شديد القوى، قوته عظيمة، ذو مرة فاستوى، أي خلقته تامة، مستوي الخلقة وخلقته تامة. وهذا دليل على أن العلم هكذا طريق تلقيه، بالمشافهة من أهل العلم الثقات. لذلك قال العلماء: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، يعني العلم في الصدور وليس في السطور. العلم ما حواه الصدر وليس ما حواه القمطر، هذا الذي يوضع فيه الكتب، يعني تحمل فيه الكتب. هذا الطريق الذي هو متعين لتحصيل علم الدين، أما الذي لا يسلك هذا الطريق فلا يحصل العلم على الوجه الصحيح. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من طلب العلم من الكتب ضيع الأحكام. من طلب العلم من الكتب ضيع الأحكام، يعني الذي يطلب العلم بمطالعة الكتب، بمجرد مطالعة الكتب دون أن يرجع إلى أهل العلم الثقات، يضيع ويضيع الأحكام. الكتب فيها الغث والسمين، فيها الصحيح وفيها الباطل، والشخص الذي لم يتعلم قدرا معينا من علم الدين لا يصير من أهل التمييز، بحيث يعرف هذا موافق للحق، هذا ليس موافقا للحق، لا يستطيع أن يميز إلا إذا حصل قدرا من علم الدين أخذه بالتلقي من أهل المعرفة الثقات. يوجد حافظ كبير من حفاظ الحديث يقال له الحافظ الخطيب البغدادي، مشهور عند علماء الحديث، قال: عندنا، عند العلماء يعني، الذي يطلب العلم بمطالعة الكتب دون أن يتلقى من عارف ثقة، هذا لا يسمى عالما، يسمى صحفيا، يعني قلب صحائف الكتاب. والذي يقرأ القرآن لنفسه ولا يقرأ على القارئ الثقة لا يسمى قارئا، يسمى مصحفيا، لا يسمى قارئا، لأنه ما تلقى القراءة، ما قرأ على قارئ ثقة حتى يصلح له إن غلط وحتى يقرر له إن أصاب. معنى ذلك أن العلم هذا طريق تحصيله، بأن يتلقى من أفواه أهل العلم الثقات. لذلك الإسناد في الدين له اعتبار كبير. روى مسلم أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، يعني حين يروي الشخص حديثا، خبرا، أثرا، حتى يعرف هذا الأثر، هذا الخبر، هل هو صحيح أم ليس صحيحا، ما إسناده، من الذي رواه، من الذي سمعه أولا، ثم من تلقى منه، ثم من تلقى من الآخر، وهكذا. لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأشد حاجة في الناس هي حاجتهم إلى علم الدين، حاجتهم إلى علم الدين أشد من كل الحاجات، لأن علم الدين به تصلح الحياة، بدون علم، بدون علم الدين الحياة لا تصلح. الإنسان إذا لم يتعلم علم الدين
لا يعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة، لا يعرف، لا يميز. لذلك في هذا العصر كثير من الناس نشأوا على عقيدة فاسدة ويظنون بأنفسهم أنهم مسلمون، أنهم مؤمنون. كثير من الذين ينتسبون للإسلام في هذا الوقت يعتقدون أن الله تعالى جسم قاعد فوق العرش، وبعضهم يعتقدون أن الله تعالى جسم يسكن السماء. لماذا؟ لأنهم جهال، ما تعلموا أصول العقيدة، أصول الدين ما تعلموها من أهل المعرفة الثقات، فنشأوا على مثل هذا الاعتقاد. وبعض الناس يعتقدون أن الله تعالى كتلة نورانية كبيرة ضخمة. كل هذه العقائد فاسدة، وسببها الجهل، سببها الجهل بعلم الدين، ما تعلموا علم الدين فاعتقدوا هذه المعتقدات الفاسدة. أما الذي يتعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات فبهذا يحمي نفسه، يحمي قلبه من أن يعتقد الفساد، من أن يعتقد الضلال. أما بدون ذلك فهو عرضة لاعتقاد الفساد. قال العلماء: الجاهل عرضة لكل شر، الجاهل عرضة لكل شر. قد يعتقد الضلال ويظنه حقا، قد يأتي بصورة الصلاة ولا يصلي صلاة صحيحة بسبب الجهل، قد يأتي بصورة الصوم ولا يكون صومه موافقا للشرع، قد يأتي بصورة الحج ولا يكون حجه صحيحا لأنه لا يوافق الشرع. ما تعلم من أهل المعرفة الثقات كيف يكون الحج الموافق للشرع. كثير من الناس هكذا يكتفون بصور الأعمال، وعند الله سبحانه وتعالى العمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا للشرع، ليس بمجرد الصورة. كثير من العوام في بلادنا إذا أتوا بعمل فاسد أو نطق أحدهم بكفرية بسب الله أو بسب الدين، دين الإسلام، أو بسب الجنة أو بالاستخفاف بالشرع، ماذا يقول لمن يعترض عليه يريد أن يعلمه؟ يقول له: الأصل النية، القلب، أنا نيتي صافية وقلبي صاف، وأنا أحب الله وأحب الرسول وأحب الدين، لو حصل مني كذا وكذا. يقول: الأصل النية، هكذا يقول الأصل النية. ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء المسجد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الصلاة، فما صلى صلاة صحيحة والرسول كان حاضرا عليه الصلاة والسلام، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وفعل كما فعل الرسول، ظن عليه الصلاة والسلام أنه يعرف الصلاة، لكن الآن ما أتى بالصلاة على الوجه الموافق، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وفعل كما فعل في المرتين الأوليتين، فقال له الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله، أنا لا أحسن إلا هذا. فما سكت له الرسول، هو جاء يريد الصلاة، لو كان الأمر كما يقول هؤلاء النية وحدها تكفي فكان الرسول سكت، هو جاء ليصلي ما جاء ليلعب. فقال له الرسول: إذا أتيت الصلاة، ثم علمه الضروريات، تفعل كذا وكذا، تنوي، تقرأ بأم الكتاب، ثم تركع، ثم تطمئن راكعا، ثم تعتدل إلى آخر الصلاة. فلو كانت النية وحدها تكفي لما قال له الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. احفظوا هذا الدليل حتى تردوا على الجهال الذين يقولون النية تكفي، النية الأصل، النية القلب، النية، هكذا يقولون، لا يريدون أن يتعلموا ويعملون العمل الفاسد، ثم على زعمهم يدافعون عن أنفسهم بقولهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الرسول قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بيّن الرسول ماذا يريد من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال العلماء: أحسن ما يفسر به النص ما يوافق السياق، ما يوافق سياق النص. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجبت الهجرة أوحي إليه بوجوب الهجرة وأمر الصحابة بذلك، واحد كان له مأرب، له غرض، هاجر بقصد أن يتزوج بامرأة موجودة في المدينة، هو كان في مكة حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي هاجر طاعة لله ورسوله له أجره، لأن الذي حركه طاعة الله، والذي هاجر إن كان غرضه أن يحصل على امرأة للزواج فثوابه هذا الذي هو أراده، أو كان غرضه أن يحصل مالا من تجارة فثوابه هذا. عن هذا يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، صحتها بالنيات، صحتها بالنيات. العمل الفاسد يقال صحته، العمل الذي هو مخالف للشرع يقال صحته. لما قال الشافعي صحتها معناه الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله، هذه لا بد لها من النية. الصلاة لا بد لها من النية، النية جزء منها. الصوم لا بد له من النية، الحج لا بد له من النية، الزكاة لا بد لها من النية، كل عمل صالح لا بد له من النية. كل عمل صالح حتى يكون مقبولا عند الله لا بد له من نية. ما الذي حركنا لنجتمع هنا؟ نريد رضا الله، نريد رضا الله، نريد الطاعة، نريد الثواب، نريد الأجر، هذا قصدنا. فمن نوى هذه النية الحسنة فله ثوابه. أما إذا إنسان تحرك لأجل صديقه، لخاطر صديقه، قال صديقي يحزن إن لم أذهب، هل له ثواب؟ ليس له ثواب. أو واحد قال زوجتي تريد أن أذهب، لأجل خاطر زوجتي أذهب فأنسها في الطريق، هل له ثواب حضور مجلس العلم؟ لا. إنما الأعمال بالنيات. أما إذا واحد سب الله لا يقال له: ما نيتك؟ ماذا قصدت من سب الله؟ هل نويت الكفر أم لم تنوي الكفر؟ لا يقال له هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة، لا يرى أنها تضر، لا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، ينزل بها في النار 70 خريفا. يعني يتكلم الإنسان أحيانا بكلمة هو لا يراها ضارة ولا ينوي بها الكفر، هذه الكلمة بسببها يموت على هذه الكلمة التي هي كفرية، بسببها أين يصير؟ يخلد في نار جهنم، ينزل إلى قعر جهنم حيث ينزل الكفار مسافة 70 خريفا، يعني 70 سنة. من الذي ينزل إلى هناك؟ الكافر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إذا نوى الكفر، قال لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة، يعني هو لا يكون نوى الكفر، بسببها ينزل إلى قعر جهنم هذا الشخص. إذن لا يشترط لحصول الكفر من الشخص الذي يتلفظ به بإرادة وهو غير مكره أن ينوي الكفر حتى يصير كافرا. هذه الكفريات التي يتكلم بها بعض السفهاء في بلادنا، بعض الذين
يضع على رأسي، واحد منهم يضع على رأسي لفة، طلع على التلفزيون. تعرفون ما معنى يضع لفة؟ يفسر لكم، يعني عند الناس يسمى رجل دين، قال هلكوا ربنا والعياذ بالله عن الناس الذين أتعبوه، قال هلكوا ربنا، كفر يعني شتم الله والعياذ بالله، وهو يسمى رجل دين، يسمى شيخا. لو كان على رأسه لفة، من شتم الله كفر، من سب الله كفر، لو كان يضع على رأسه لفة الحكم لا يتغير. ما سبب هذا؟ وقوع مثل هذا الشخص في مثل هذه الكفرية، الجهل، أنهم لا يتعلمون أحكام الدين من أهل المعرفة الثقات، وأنهم متهاونون، إذا غضب أحدهم يشتم الخالق، لا يجد حرجا في قلبه من شتم الله سبحانه وتعالى، ومن شتم الله كفر. لو كان يسمى عبد الله أو محمدا أو غير هذا الاسم من الأسماء المعروفة عند المسلمين، لا ينفعه هذا الاسم، لا ينفعه. سبحان الله، واحد أخبرني من أحبابنا يسكن كندا، معه هذا الباسبور الكندي، قال ذهبت إلى فلسطين للزيارة، لزيارة سيدنا إبراهيم وللصلاة في المسجد الأقصى، هم يمكنون من ذلك، قال لي رجعت حزينا لأنني سمعت سب الله في كل الأماكن التي ذهبت إليها، في الطريق يشتمون الله، عند المسجد الأقصى عند الحائط يشتمون الله، الرجل يشتم الله، المرأة تشتم الله، الطفل يشتم الله، ومن شتم الله كفر. قال رجعت حزينا من كثرة ما سمع سب الله تعالى. في الثمانينيات لما ذهبت أرسلني الشيخ عبد الله رحمه الله ليدرس في الأردن في سنة 82، خرجت من بيت واحد من إخواننا، فدت عنده في ناحية تسمى الزرقاء قرب العاصمة عمان قريبة منها، في الضحى أول النهار، فسمعت طفلا نحو 7 سنوات عمره يشتم الخالق، وذاك الآخر الذي هو يخاطبه يشتم الخالق، هذا يشتم الخالق وهذا يشتم الخالق. من أين يأتي الطفل بهذا اللفظ عادة؟ أين؟ من الكبار، يكون سمع من الكبار. والذي يشتم الله كافر ولا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. زرت امرأة لما كنت أدرس هناك عمرها نحو 80، قالت لي أني ملتزمة، أنا كل يوم أقوم بالليل أصلي، أنا أصوم كل 2 وكل 5. ثم في أثناء الحديث قالت أضعت غرضا، هذا الغرض هلك ربي والعياذ بالله من الكفر. كم عمرها؟ نحو 80، فقالت هذه الكلمة الكفرية، كلمتها حتى تشهد تقول لا أقصد، ما قصدت الكفر، أنا أصلي أنا أصوم. ثم تشهدت، ثم سايرتها، لما أردت الخروج جاءت لتودعني، قالت لي لكن أنا ما كفرت والعياذ بالله. كل هذا ما منشأه؟ الجهل، لأنهم لا يتعلمون علم الدين، ينطقون بالكفر ولا يعرفون أنهم كفروا. كان يوجد شيخ في بيروت مات الآن، يقال له شيخ القراء، يحفظ القرآن على القراءات العشر. أخبرني جاره من جماعة شيخنا، قال لي لما يغضب يشتم الخالق وصوته يسمع إلى الجيران من كثرة ما هو مرتفع الصوت، على رأسه لفة ويلبس الجبة، لما يغضب يشتم الخالق، الناس يقبلون يده، يعتقدون فيه الصلاح والولاية. ثم في الأردن أيضا، أقول لكم هذا للعبرة والاعتبار، رجل كان خطيب المسجد الأقصى، ذهبت إليه، أيضا يقال عنه شيخ، له مركز يأتيه الناس يقبلون يده والعياذ بالله، أثناء حديثه ماذا قال؟ قال أنا على المنبر قلت أين أنت يا الله، أين العدل،
ثم قال والعياذ بالله ربنا مش قادر على اليهود. هذا يقال له شيخ وتقبل يده ويعتقد فيه الصلاح والولاية، هذا ينفعه لو كان حافظ القرآن، لو كان حافظ الأحاديث ينفعه ذلك، مع الكفر لا ينفعه. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الذي يشتم الله، الذي ينسب الجهل إلى الله، الذي ينسب العجز إلى الله، نسب العجز إلى الله واعترض على الله، يقول أين أنت يا الله، أين العدل، يعني يصف الله بأنه ظالم، هذا ليس بمسلم، ليس بشيء. هذا مهما كان له من أتباع، كثرة الأتباع تنفعه مع الكفر، مع الضلال الذي هو فيه. كل هذا من شاءه الجهل. ماذا تتصورون أن يكون الذين عند هؤلاء الأشخاص إذا كان هم الذي هو أصل عندهم يكفر؟ فالذين تحتهم لو واحد منهم سأل هذا الشيخ، يا شيخ ما حكم من يشتم الخالق وهذا الشيخ هو يشتم الخالق، ماذا سيقول له؟ أو قال له يا شيخ ما حكم من قال الله مش قادر على اليهود، ماذا يقول له؟ يقول له أنا كافر عن نفسه، لأنه هو يقول هذا الكلام. هؤلاء بلاء على المسلمين وضررهم شديد، أشد من ضرر الكافر المعلن، لأن الكافر المعلن المسلم من شأنه يحذره، لا يأخذ منه، لا يعتبره مرجعا. أما هذا ماذا يعتبر عند الناس؟ يعتبر أنه شيخ وأنه رجل دين وأنه مرجع، فهذا ضرره على المسلمين أشد من ضرر الكافر المعلن، كضرر هؤلاء الوهابية. الوهابية مظهرهم مظهر المسلمين من حيث الشكل، أليس أحدهم يغطي رأسه ويعفي لحيته ويلبس القميص ويقصر القميص على حسب السنة؟ لكن أشد ضرر من جهة باسم الدين على المسلمين من الوهابية، أشد ضرر من جهة باسم الدين على المسلمين من الوهابية، لأنهم يظهرون للناس بمظهر الملتزمين ويقولون نحن نعلم الناس عقيدة السلف الصالح. وما هي عقيدة الوهابية؟ أصل عقيدة الوهابية أن الله جسم قاعد على العرش، وأن الله تعالى على زعمهم يقولون ينزل ويطلع، ينزل ويطلع نزولا وصعودا حقيقيا. ومن اعتقد أن الله جسم فهو كافر، من اعتقد أن الله جسم فهو كافر. الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر، فضوا هذه الجملة، الإمام الشافعي رضي الله عنه قال المجسم كافر. ما معنى المجسم كافر؟ يعني الذي يعتقد أن الله جسم، أو يقول قولا يؤدي إلى أن الله جسم، كافر. لو لم يقل باللفظ الله جسم لكن قال قولا يؤدي إلى أن الله جسم، كما تقول الوهابية الله قاعد على العرش، القاعد الجالس لا يكون إلا جسما، إذا قلت قعد أو قلت جلس معناه التصق جسم بجسم، إذا قلت هكذا في لغة العرب، إذا قيل قعد جلس معناه التصق جسم بجسم، الله خالق الأجسام كيف يكون جسما؟ لا يجوز هذا على الله. ما هو الجسم؟ ما تركب من جوهرين فأكثر. الشيء المركب كيف يكون إلها؟ لا يكون إلها. الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، المركب لا يكون إلها. فلا يجوز على الله أن يكون جسما، لا يجوز على الله أن يكون جالسا، لا يجوز على الله أن يقال عنه قاعد. الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، معناها قهر. كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب، قال الحافظ أبو بكر ابن العربي، هذا حافظ متبحر في العلم، استوى لها 15 معنى أشرفها القهر،
أعلاها القهر. الرحمن على العرش استوى. نريد أن نفسر هذه الآية في حق من؟ في حق الله. ما هو أشرف معاني الاستواء؟ القهر. على أي معنى نفسر هذه الكلمة؟ على أشرف المعاني الذي يليق بالله، قهر. فإذا قال لك إنسان ليش رب العالمين ما كان قاهرا ثم صار قاهرا، تقول له لا، ليس هذا المعنى. أليس نقول الله خلق الخلق؟ هل معنى ذلك أن الله تعالى بإبرازه الخلق من العدم إلى الوجود صار مستحقا لهذه الصفة أنه الخالق؟ لا، الله سبحانه وتعالى أزلي وصفاته أزلي، ليس له بداية وصفاته ليس لها بداية. معنى هذه الآية خلق الله العرش وهو قاهره مسيطر عليه، ليس معناه صار متصفا بالقهر، لا. كما نقول خلق الله الخلق، ما معناه أبرزهم من العدم إلى الوجود، هو مستحق الوصف بالخالق قبل وجودهم، وهو مستحق الوصف بالقاهر والقهار قبل وجود المقهورين، قبل وجود العرش، لأن الله ليس حادثا ولا يقوم بذاته صفة حادثة، لأن قيام الصفة الحادثة في شيء يدل على حدوث هذا الشيء. احفظوا هذه الجملة مهمة جدا في العقيدة، لأن قيام الصفة الحادثة في شيء يدل على حدوث هذا الشيء. لماذا؟ لأنه تغير، وأقوى علامات الحدوث التغير، فلا يجوز على الله التغير. فإذا أيضا احفظوا هذه الجملة. قال الإمام الشافعي: المجسم كافر. قال الإمام الشافعي: من قال الله جالس على العرش كافر. من قال الله جالس على العرش كافر. يوجد كتاب اسمه نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي، في هذا الكتاب ينقل القاضي حسين، هذا من الطبقة العليا في المذهب الشافعي من أصحاب الوجوه، عن الإمام الشافعي أنه قال: من قال الله جالس على العرش كافر. وهذا أصل اعتقاد الوهابية، يقولون الله قاعد على العرش يعني جالس على العرش. ما هي عقيدة المسلمين؟ الله موجود لا بداية لوجوده، وهو خلق كل شيء ولا يشبه شيئا. أعظم وأصرح آية وأوضح آية في تنزيه الله: ليس كمثله شيء. هذه أظن كلكم يحفظها، ليس كمثله شيء، هي أعظم وأوضح وأصرح آية في تنزيه الله. تليها هذه الآية: وكل شيء عنده بمقدار. فضوها أيضا: وكل شيء عنده بمقدار. تلي آية شورى: ليس كمثله شيء. ما معناها؟ قال العلماء: وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله تعالى خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. فيستفاد من ذلك أن الله تعالى لا حجم له بالمرة، لأنه هو سبحانه وتعالى خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. يعني حبة الخردل لها مقدار مخصوص من الحجم، صغيرة قدر ربع سمسمة واحدة حبة الخردل، ثم حبة العنب أكبر، ثم الإنسان أكبر، ثم الجنة أكبر، ثم العرش أكبر جسم خلقه الله، متناهٍ هو، لا يقال له امتداد لا نهاية له، لا، لأنه مخلوق. الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم لا يجوز أن يكون له حجم بالمرة. فإذا الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الذي يكون له جهة، الذي يكون له مكان يكون حجما. أثبتنا أن الحجم مخلوق والله خلقه، والله قال ليس كمثله شيء، فإذا الله ليس حجما، فإذا النتيجة
الله موجود بلا جهة ولا مكان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف عقيدة الوهابية الذين يقولون نحن على عقيدة السلف الصالح وكذبوا في ذلك. هم عقيدتهم عقيدة محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن تيمية الحراني. هذا محمد بن عبد الوهاب توفي سنة 1206 للهجرة، قرأ كتب ابن تيمية الذي توفي سنة 728 للهجرة، قرأ كتبه ثم أخذ عقيدته من ابن تيمية ثم زاد على ابن تيمية أشياء ابن تيمية لم يقولها في الفساد يعني. فانظروا 1206 للهجرة قريب من عصرنا هذا، وذاك سنة 728 للهجرة. لا هذا من السلف ولا هذا من السلف زمانا ولا عقيدة، حتى تردوا على هؤلاء الذين يقولون هؤلاء يعلمون عقيدة السلف. يجب يا أحبابنا، يجب أن يكون في المسلمين في الرجال وفي النساء من يعرف عقيدة أهل السنة ومن يعرف ضلالات الوهابية وحزب الإخوان وحزب التحرير وجهلة المتصوفة ومن كان على شاكلتهم، ويعرف الدليل حتى يرد على هؤلاء، الحجة حتى يرد على هؤلاء. إذا قصر كل المسلمين يأثمون، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، يعني إذا صار حال الأمة أنهم لا ينكرون المنكر قل الخير فيهم، هذا معنى فقد تودع منه. الآن كيف الحال؟ الآن أكثر الناس جهال وأكثر الناس لا ينكرون المنكر، فصار حالهم إلى ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، يعني قل الخير فيهم. والآن صلنا إلى هذا، فكونوا أنتم مدافعين عن دين الله، هذا يقال له جهاد البيان، وهو أفضل جهاد الآن، أي الجهاد باللسان. كيف تستطيعون ذلك؟ بأن تحصلوا العلم. كيف تحصلون العلم؟ بالتلقي من أهل المعرفة الثقات. كيف تحافظون على العلم؟ بأن تقيدوه. الشخص إذا أراد أن يحافظ على علم الدين يقيد علم الدين. سيدنا عمر رضي الله عنه في ذاك الوقت في الصدر الأول قال قيدوا العلم بالكتاب. لماذا؟ لأن الإنسان من شأنه عادة إذا سمع علما فلم يقيد هذا العلم ينساه، في الغالب ينساه، في الغالب هكذا. أما إذا قيده فإن نسيه يرجع إليه. فقال سيدنا عمر قيدوا العلم بالكتاب، إذا أردتم أن تحافظوا على العلم قيدوه ثم بعد ذلك علموه، فإذا علمتموه من بركة ذلك تزدادون فيه فهما. علم الدين هو أغلى من كل كنوز الدنيا، أثمن من كل كنوز الدنيا. سيدنا علي رضي الله عنه كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له صاحب خاص، تلميذ خاص يقال له كميل بن زياد، يقال له كميل بن زياد. قال له إنها هنا علما، أشار إلى صدره، لو وجدت له حملة، يعني الله تعالى أفاض على قلبي من علم الدين، يا ليتني قدرا، يا ليتني أجد من يحمل هذا العلم الذي أفاضه الله على قلبي. ثم قال له العلم يحرسك، قال له العلم يحرسك، أما المال فأنت تحرسه. قال له المال تنقصه النفقة، يعني إذا واحد صرف من المال
تنقصه هذه النفقة، تنقص المال. أما العلم يزيد بالتعليم، يزكو بذلك، لأنك إن علمته تزداد خيرا أجرا ثوابا، وتزداد فيه فهما من بركة ذلك. هذا سيدنا علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام في وصيته لكميل بن زياد تلميذه الخاص صاحبه رضي الله عنهما. الله تعالى أرسل الأنبياء حتى يعلم الناس مصالح دينهم ودنياهم، وأيد كل نبي بالمعجزة، وهذه المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهر على يد الذي يدعي النبوة حتى تكون تأييدا له، يعني حتى يعرف الناس أن الله أرسله ليصدق، وأن الله يحب من الناس أن يصدقوه. وهؤلاء الأنبياء كان أولهم آدم عليه السلام، ثم ابنه شيث، ثم إدريس، ثم نوح، ثم بعد ذلك توالى الأنبياء إبراهيم، ثم بعد ذلك موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. كل نبي أوحى الله إليه حتى يعلم الناس مصالح الدين والدنيا، وكل شيء جاء به الشرع يقبله العقل، يعني الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لا يأتي بشيء إلا ويكون العقل السليم شاهدا له، يعني شاهد على صحته. والله سبحانه وتعالى واحد، وهو أرسل كل الأنبياء، وأرسل كل الأنبياء بدين واحد، وهذا الدين هو الإسلام. إذا إنسان كان على الإسلام، مات على الإسلام، هذا الشخص لابد أن يدخل الجنة مهما كان قصر في العمل، يعني لو كان ما أتى بشيء من الأوامر، ما انتهى عن شيء من النواهي، سوى أنه كان على الإسلام وتجنب الكفر ومات على الإسلام، لابد أن يدخل الجنة. والذي يدخل الجنة يخلد فيها، يعني يبقى فيها إلى ما لا نهاية. أما الذي يموت على غير دين الإسلام فهذا سيدخل جهنم ويخلد فيها إلى ما لا نهاية. فالإنسان العاقل الذي رزق الفهم الصحيح، إن لم يكن على الإسلام يدخل في الإسلام حتى يكون خالدا في الجنة إن مات على هذا الدين. والدخول في الإسلام الله تعالى جعله سهلا، أن يعتقد الشخص العقيدة الصحيحة منها الأصول التي ذكرناها الآن في الدرس، وأن يتخلى عن كل ما يعارض الإسلام، عن كل الكفر، ويموت على هذه العقيدة. فإذا مات على هذه العقيدة هذا الشخص على الإسلام، يعني فإنه سيدخل الجنة مهما جرى عليه، لو كان هو قصر في الأعمال مهما جرى عليه لابد أن يدخل الجنة ويخلد فيها. الدخول في الإسلام سهل يكون بعد الاعتقاد الصحيح، إذا كان الشخص لم يكن على عقيدة صحيحة، بعد الاعتقاد الصحيح والتخلي عن الكفر ينطق بالشهادتين بأي لغة كانت، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى عيسى عليه السلام المسيح جاء بهذه العقيدة، بعقيدة لا إله إلا الله. وكلما أنزل وحي على نبي يجب على الناس الذين يكونون في وقته وعرفوا به، سمعوا بدعوته، أن يؤمنوا به، لأن الله أرسله ليؤمن به حتى يؤمن الناس به، يعني ليس لهم أن يقولوا لا لا نؤمن به، لا نصدق به. فآخر الأنبياء كان سيدنا محمد، قبل سيدنا محمد عيسى المسيح عليه السلام، الذي كان في وقته كان عليه أن يؤمن بما جاء به عيسى المسيح، يعني إذا أراد أن يدخل في الإسلام لم يكن مسلما يقول في ذلك الوقت لا إله إلا الله عيسى رسول الله. في بعد بعثة سيدنا محمد ماذا يقول الشخص للدخول في الإسلام؟ لا إله إلا الله
محمد رسول الله. فإذا أراد الشخص أن يدخل في الإسلام لو لم يعرف به أحد من الناس، اعتقد العقيدة الصحيحة التي ذكرنا كثيرا من أصولها، واعتقد أن كل نبي جاء بالإسلام، أن الأنبياء إخوة كلهم جاءوا بالإسلام، وتخلى عن الكفر، يعني لا يعتقد أن الله له ولد أو أن الله له والد أو أن الله له زوجة، هذا من صفات المخلوقين، أنا لي والد ولي ولد ولي زوجة، أنا مخلوق. أما الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، لا يجوز أن يكون والدا ولا ولدا ولا له زوجة. وعيسى عليه السلام ولدته مريم عليه السلام من غير أب، وآدم أمره أعجب، ليس له أب ولا أم، آدم ليس له أب ولا أم، خلقه الله تعالى من تراب. وعيسى عليه السلام خلقه الله تعالى في جوف مريم، غير نطفة رجل ولا نطفة امرأة، خلقه الله خلقا، لكن أمه مريم عليها السلام. فلو كان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بأي لغة، الشخص الذي يريد الدخول في الإسلام يقول لفظة الشهادتين مع الاعتقاد الصحيح. كيف تقال باللغة الفرنسية؟ يعني هذه الكلمة إذا إنسان أراد أن يدخل في الإسلام وإن ثبت عليه ومات يدخل الجنة، هذه هي بهذه الكلمة، إن لم يكن مسلما قبل يعني يقول هذه الكلمة. فدين الله يسر، شيء سهل ليس صعب، يعني لو هو ما عمل شيئا إلا هذا، إلا أنه دخل في الإسلام وثبت عليه ومات على الإسلام لابد أن يدخل الجنة. أما إذا لم يدخل في الإسلام مهما فعل، مهما فعل، مهما أحسن، مهما تصدق، مهما صرف من المال على الأرامل والفقراء والمساكين، لا يستفيد شيئا، لأن الإسلام هو السبب لقبول الأعمال، هو السبب ليخلد الإنسان في الجنة إذا مات على هذا الدين. هذه نصيحة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يميتنا جميعا على الحق، على دين الإسلام. نهدد.